ابسط حقوق التلميذ ما كاش، الكراسه ما كاش، الطوابل ما كاش، وكاين الاكتظاظ في هذه المؤسسه في 1500 تلميذ، فيها بزاف الاكتظاظ. وكنقول لهم عطينا كراسه يقولوا لنا بلي ما كاش، الكراسه كاع مكسرين، الطوابل مكسرين، تما ما عرفناش نقراو في هذه المؤسسه، ما عندناش كراسه، ما كاش طوابل، كراسه مكسرين، جبنا ربي حنا في هذه المؤسسه جينا نقام. الاساتذه يغيبوا، الشيخه تاع فرونسي عندها سمانتين مازال ما جاتش، كي هي كي تاع لونجلي والكراسه ما كاش، كي ندخلوا ندخلوا للكلاسه ندخلوا نطبعوا على جال الكراسه. لي شالي كون قراو طبع علينا شتا، وكي نديروا السبور ما نقدروش نديروا سبور، لازم نخدموا نصطاد، نديروا سبور في القدره. 60 تلميذ في الشالي، حنا نقراو في الشاليات الما يكثر علينا التريسيتي، كلش ما جينا باش نقراو، الناس يجوا باش يقراو، حنا نجوا باش نحوسوا على الكراسي والطوابل. حنايا جي ما ناش نحوسوا عليكم ديروا لنا والو غير الطابله وكرسي باش نقراو، هذا ما كان. فوضى عالي، ما عندنا اكتظاظ في الاقسام، هاي لحقت لنا حتى 60 تلميذ في القسم. 60 تلميذ في القسم ما راحش يقدر يستوعب، مام الاستاذ ما لوموش. مام الاستاذ ما عرفش يلحق الميساج كيما رانا نخمو حنايا. ثاني اليد العامله ما كاش، المشرفين ما كاش، راهي هامله كاع، وهذه صافي ديزاني وحنا نهضروا ماشي اليوم. هذه كل يوم مشاكل في هذه المؤسسه، كل يوم ولادنا ينضربوا، كل يوم الصوالح راهم يصيروا داخل المؤسسه، ما يكونش الافات الاجتماعيه راهي كارثه. مدير التربيه يعني كاين يعني صراحه يعني هو مشكور يعني الحمد لله، هو كاين امور اللي نقولوها في تدخل يعني في الاختصاص تاعو ولا في يده، يعني حلول ماهوش حلول، يعني قدم ضمانات يعني اولها يعني عقد يعني حلول طريقه فيما يخص مشكل الاكتظاظ الكراسي، وين خلاص يعني تلقينا الحل، وين وصل كيما الكراسي والطاولات يعني جابوهم البارح الامس يوم السبت.